مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل يدين بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. الأمم المتحدة تكشف عدم وجود خطط لحماية قوات حفظ السلام في الكونغو. في أخبارنا المنوعة، استدعاء الجيش البريطاني لمساعدة المئات من سائقي السيارات الذين علقوا في الطرقات التي أغلقتها ثلوج كثيفة مع استمرار موجة البرد وتساقط الثلوج في عموم بريطانيا. مصرع 5 أشخاص في عاصفة قوية ضربت شرق الولايات المتحدة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وحدوث فيضانات في عدد من المناطق. دراسة جديدة تحذر أن موجة الصقيع المعروفة باسم الوحش القادم من الشرق يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمات قلبية قاتلة.